بعدما هجرت العديد من الأندية تكوين اللاعبين واعتمدت على الاستيراد بدل التصدير، تبقى جمعية وهران أحد أكبر المدارس التي تقاوم وتحارب للبقاء وفية لتقاليدها. جمعية وهران معروفة من البكري مدرسة، ولكن الوقت دروك تاع اللي رانا فيه دروك احنا كما يقول لك لو سويفي ماش كاين، دونك لو سويفي هو سي بور سا عليها الولاد راهم كيطلعوا الاولياء هما اللي يحكموا، دونك ولده يتقلق عليه يدق الضبي يدي باسكو ما كانش لو سويفي. فريق جمعية وهران لأقل من 12 سنة الذي حقق 16 فوزا هذا الموسم ولم يذق طعم الهزيمة، تعلق عليه أحلام كبيرة حيث يضم لاعبين موهوبين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل. نشكر الإداريين تاع لازم واللي راهم هنا يعاونوا فينا، الحمد لله يا ربي. نشكر الشيخ ديدن اللي راه يعاون فينا ويطلع فينا. نلعبوا، نشكر المدرب ديدن الله يعطيه الصحة، وانا نلعبوا ان شاء الله نولوا كيما الجوار كبار، كيما ان شاء الله نولوا كيما بلايلي بونجي ان شاء الله يا ربي. يعطيه الصحة الشيخ، كان يدربنا مليح ولعبنا غاية ولعبنا شامبيونة كل شيء. ولي جوار في منتخب الجزائر مع عريقة تخمم فينا وانا ندربوا مليح. صح، شكون الجوار اللي عجبك؟ بلايلي. من بين هؤلاء طفل في 11 من عمره، رؤيته يداعب الكرة تؤكد أن موهبته تسقل في صمت. أنا غاية ونشكر جمعية وهران والشيخ ديدن، ورانا نترينو ونلعبو شامبيونة رابحين كاع لي ماتش، وإن شاء الله نولو كيما محرز وبلايلي كيما الكبار إن شاء الله. دونك هذا موهبة من عند ربي، هو نهار كي جابوه لي صغير بزاف. وكان يبغي البولا، دونك كلاس مير جوار في فرنسا مع لي 2009 اون 2020 اون 2020 كان صغير مع لي 2009 لا كاتيجوري اللي كان 2009 كلاس مير جوار. لو كان يتهلوا في هذا الغريان ان شاء الله كيما نقول لك يفكرنا كيما بلومي عصاد ماجر. لاعبون اختاروا هذه المدرسة العريقة رغم ما تعانيه من غياب الإمكانيات واللامبالاة لتلقي التكوين الصحيح والعمل القاعدي الذي سيكون خير زاد في المستقبل. ليديكاسيون هي لا بريمير دي شوز، بيسكو الغريان لو كان تجيبها تولي تهضر لها غير البوله، ثاني حنا ليديكاسيون هي لا بريمير، مي من بعد ندخلوا في السبور. المواهب هادو كاين اللي يكون موهبه وكاين اللي يتعلم، بوه ما يتقلقش عليك، كثر الاولياء، ندوموندو الاولياء هما يصبروا على اولادهم، بيسكو الجوار تحتار عادي يتعلم كيما القرايه. في زمن بات التكوين صعب في الجزائر بسبب اهتمام مسؤولي الفرق بالنتائج لا بالأسباب، تبقى جمعية وهران تصنع الاستثناء رغم الصعة وتغيير العقليات، لكن مهما طال الزمن لابد من العودة للأصل، ومثل ما يقال العودة للأصل فضيلة.